مساء الخير وتحياتي لك ولضيوفك الكرام أستاذ شوقي والشيخ محمد ولجميع المستمعين والمشاهدين. والحقيقة أن لا تعليق، يعني الموضوع واضح وجلي. القضية فقط هو أن الممارسات الميدانية العملية تحولت أو أريد لها أن تتحول إلى نصوص، وهذا الأمر بالنسبة لي أعتقد أنه شيء جيد أن تكشف هذه العصابة عن وجهها العملي الفعلي الميداني عبر نصوص يستطيع العالم كله أن يطلع عليها، فيتبين له بوضوح عنصريتها وأنها لا تمارس العنصرية كأفعال فردية وتصرفات معزولة، وإنما كمنهج وقانون تتبعه وتسير عليه. والأمر أيضا العجيب في هذا أنها اختارت لحظة عالمية، لحظة ثورة عالمية في وجه العنصرية، لتصدر أو لتقدم نفسها بهذا الوجه العنصري الذي هو وجهها الذي نعرفه نحن في الداخل، ولكن أرادت أن تسوقه أيضا للخارج. وكأنهم يظنون لأنهم في الحقيقة منذ أن جاءوا وهم يستندون على الخارج في كل تصرفاتهم، يظنون أن وجود قوى كبرى ترعى العنصرية اليوم في العالم وتواجهها شعوب العالم، أن هذه القوى التي ترعى العنصرية سوف ترعاهم لأنهم يظهرون تأييدهم لها ولمنهجها. هذه هي عصابة الحوثية وهذا هو منهجها المعروف، وليس هو منهج حوثي في الحقيقة، هو منهج وراء الحوثي، هو منهج ثقافي لكل السلاليين الذين خرج الحوثي من رحمهم، وجاء الوقت لكي يعرف الخارج بعد أن عرف الداخل منهم. هذه هي القصة يعني بخلاصة. نعم، ولهذا أستاذ فؤاد، يعني اليمنيون اليوم مطالبون من زوايا عدة التعامل مع مثل هذا الفكر العنصري والممارسات العنصرية، سواء تثقيفا أو عسكريا وهو ما يقوم به الجيش الوطني. وبالتالي ما خطورة تمرير أو محاولة تمرير مثل هذه الأفكار؟ كما ذكرت، يعني القضية ليست تمرير قانون، لا يوجد شيء اسمه قانون. هؤلاء أصلا كما ذكر الأستاذ شوقي هم أصلا مجموعة انقلابية، وليست انقلابية فقط بل مافيا يعني، وبالتالي ليس لهم لا قانون ولا دستور ولا يعتبر تشريعهم تشريع. لكن لابد أن تواجه هذه الفكرة التي ولدت هؤلاء ويريدون لها أن تتحول إلى ثقافة عامة، ولن تكون لأن أجدادهم من السلاليين الأوائل ما استطاعوا أن يحولوها إلى ثقافة عامة، بل وجهوا وجوبهوا، وهكذا هم أيضا. وأنا أعتقد أنهم النسخة الأخيرة من هذا الوجه القبيح للعنصرية، هي النسخة الأخيرة التي سيقضي عليها هذا الجيل الذي كتب له أن يكون جيل الجمهورية الحقيقي الذي سينتصر لمبادئ ثورة 23 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، التي جاءت لمواجهة هؤلاء، لمواجهة هذه الفكرة، لمواجهة هذا الفيروس المدمر الذي يمزق المجتمعات، هذا الفكر الذي أراد أن يشوه الدين وأراد أن يهين النفس وأراد أن يحجب العقل وأراد أن يهلك النسل وأراد أن ينهب المال، يعني أراد يقضي على الضرورات الخمس والمقاصد الكبرى لكل أمة من الأمم. وبالتالي نحن لابد أن نستغل هذا الخروج الفاضح لهذه العصابة عبر تقنينها لعنصريتها، أن نخرج هذا الأمر وأن نكشفه للعالم
لكي تنكشف الغشاوة، غشاوة المظلومية التي يسوقها هؤلاء. هؤلاء سوقوا أنفسهم في الداخل والخارج باسم المظلومية ليمارسوا بها الظلم، والحقيقة أنه لا مظلومية ابتداء وإنما هو ظلم منهم انتهاء. علينا أن نقول للعالم ها هم قد أظهروا أنفسهم كما ينبغي أن يتم كما هم عليه، وعليكم أن تعاملوهم بهذه الصورة. نحن ندري بهم ونعرفهم، وبقي أن يعرفهم العالم أيضا كما هم.